جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت. أنا اللي أتيت وأعلم من أين. يا زودي في إيه؟ اتخضيت صح؟ شفت زي ما قلت لك بالظبط، 24 ساعة ما خسوش ساعة، يا الدفع يا الحبس. والنبي يا زهدي أنا مش فايق لك، كفاية اللي أنا فيه. مالك يا فارس في إيه؟ متضايق ليه؟ فضفض لي. ما أنت عارف يا زهدي الورث والجواز مش لاقي عروسة. ما تقلقش دواك عندي، أنا هجوزك نعمات خرز البقر. خرز إيه؟ البقر دي كانت رقاصة بترقص بالشمعدان أربع أدوار بسكانهم أسعدت البيه، بس الحمد لله تهابت. هو أنا هتجوزها ولا هتجوز الشمعدان؟ هتتجوز سوري. ولما هي هتتجوز سوري أنا هعمل إيه؟ كده وكده يا أخي. قصدك جواز سوري سوري. أيوة طبعًا، تمضي على القسيمة، تستلم الميراث وتطلعها بعد كده يا أخي. والله فكرة حلوة، تصدق؟ أهو الواحد برضه ما بيبقاش يتجوز بجد ويقفش الفلوس. ودي بقى هتجيبها لي إمتى؟ تخرج من المستشفى بالسلامة بإذن الله. مستشفى؟ اه. ليه هي مالها؟ بتعمل عملية زرع طحال. والطحال بتاعها ماله؟ اتاكل من عوامل التعرية. هي عندها كام سنة؟ 95 سنة. 95؟ هتجيب لي عروسة عندها 95 سنة يا زهدي؟ يا سيدي احنا مش عايزين أكتر من كده، تمضي على القسيمة وتستلم أنت الميراث واستلم أنا الفلوس وإن شاء الله تموت يا أخي. طب ودي هتكمل معانا إزاي دي؟ احنا نبقى نكلم غلاب يجيب أنبوبة أكسجين يحطها جنبها في الكوشة. والله تصدق أنت طلعت أجدع من غلاب، أنت طلعت قلبك عليا أهو. أنا مش قلبي عليك الصراحة، أنا قلبي على الفلوس. ايا كان يعني، المهم خلاص قولي مبروك. البقاء لله. حياتك اللي بقى. الحق انا بقى اروح اجيب تصريح الدفن. اتفضل. ممكن اسلم عليك تاني؟ ليه؟ عشان لقيتك مره واحده وحشتني. يا اهلا وسهلا يا فندم، منور الاوتيل كله. احنا النهارده في عيد، والله في عيد. ايه الاوتيل الكحيان ده؟ نعم. انا حاسه ان انا داخله بانسيون ولا لوكاندا معمول لها ابجريد. نعم. وبعدين في ريحه وحشه في المكان، مش عارف، مش طايقه الريحه. الريحه دي منك انت؟ لا والله يا فندم. لا لوحدك عامل كده يبقى انت. لا يا فندم انا مستحمي والله. اوكي. بص انا مش طايقه المكان بصراحه، باللي فيه. تحب حضرتك يا فندم ابعتك على اوتيل تاني مع احتفاظي بالتبس؟ انت بتحتفظ باللبس بتاعي ليه؟ ده لبسي انا. وبعدين التبس يا فندم. ايه ده هبخرني يعني؟ ايه التبس يعني؟ وبعدين انا مش قادره اروح ادور في مكان تاني، انا تعبانه. على فكره بقى يا فندم التبس هنا اقل من بره بكتير. انت بتتكع على التبس يعني؟ شكلك هتاخد 100 تبس على قفاك. ربنا يخلي حضرتك يا فندم. يا عذوق احب الكاش. معاك فكه 200؟ فكه؟ اه. يا نهار ابيض، وانا اللي كنت فاكر هاخد ال 200 كلها. يلا اهي نوايا تسند الزير. يلا هي 1000 جنيه. اتفضلي يا فندم اتفضلي. ميرسي جدا ميرسي جدا، بس معلش عشان بس نتاكد بس ان ال في ناس اصلا بتبقى كاتبه الصفر الاخير ده مش باين مموه، فاهم؟ يا ساتر يا رب. بس ايه عشان نبقى ايه هسرقها؟ ايوه تمام. يلا السلام عليكم. لا يا فندم بعد اذن حضرتك، كل سنه وحضرتك طيبه. اهو انت عايز تبس برضو؟ طب غمض عينيك فتح عينك. عايز التبس اللي في الايد دي ولا اللي في الايد دي؟ خلينا في اليمين يبقى دي. مفيش تبس. يلا سلام عليكم. لا بعد اذن حضرتك اللي تشوفيه. مش ممكن مش ممكن، انت فظيع ما بتسيبش حقك. اتفضل يا سيدي. 20 جنيه اهي. يلا. وجاي على نفسك كده ليه يا فندم؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ايه؟ ال 200 جنيه بتاعتي. بعدين بعدين. لا هو ايه اللي بعدين؟ هو انا كمان هصرف على الزباين؟ وطي صوتك يا حيوان انت، انت بتقول تصرف عليا؟ بقول لك ايه يا فندم؟ انا ما عنديش مبدأ وقليل الذوق، انا عايز ال 200 جنيه بتاعتي دلوقتي حالا. يا اخي يا اخي خلاص، الرحمة والإنسانين عدمه. اعتبرني امك الصغيره. امي؟ انت طول بقى انا امك. بقول لك ايه؟ ما تتوهنيش، اديني ال 200 جنيه. اصل انا بصراحه جايه هنا ادور على شغل، واوعدك اول مرتب اقبضه اديك الفلوس بتاعتك. اقف جنبي يا اخي في ايه؟ سبحان الله العظيم يا ربي.
انا لو جاي اعمل بطاقه كان زماني خلصت الاجراءات بتاعتها وروحت. يا فندم يا فندم، انا بقالي ساعه واقف مع حضرتك ما فهمتش اي حاجه غير ان انت اسمك اسراء. اسراء؟ ايوه. حاف كده؟ انا بجد مش فاهمه بيشغلوا الاشكال زيكم ازاي في الاوتيلات الكبيره دي، لا وكمان في الريسبشن. على فكره يا فندم متخرج ومعايا شهاده تقدير كويسه يا جدا. يا حبيبي لا حضرتك ما اسمحلكيش، بس انا اقول لحضرتك على حاجه. انا بكح حضرتك من حق اكح. بكح ايه؟ ايه ده في ايه؟ انت مجنون يا ابني، انت واحد انت خليتني اقطع معاك. انت معدي يلا؟ لا انا مش معدي. امال ايه في ايه؟ انا حضرتك عايز اقول لحضرتك بس طب لي المدير بتاعك يلا واقول له ان اسراء وصلت. وخلي بالك لو عرف ان انا وصلت واستنيت لحظه واحده هيرفدك. اللحظه بتفرق. رمز الجمل انت نازله انتخابات؟ ده على اساس ان انا جايه باليافطه يعني؟ لا انا اسف انا اسف، انا هكلم مستر فارس المدير بتاعي واقول له الاستاذه اسراف وصلت. يلا اسراف قول له الصرافه يلا. عايز سوري يا مدام. مدام مش مدام صح؟ مش مدام انت حته انت بتتكلم انت مدام. عارف انت لو اسلوبك يتغير يبقى حلو كده، ربنا يبارك لك واجي لك فرح اصلا نبقى نفرح بيكي. يلا انت خالتي اللتته ليه كده؟ ما هو اللي جايبني الكلام. عارفه ده لو يسكت انا ما بسكتش. ده مين يسكت؟ يا ابني يا ابني حبيبي ما تلغيش كتير معايا يلا عشان خلقي ضيق. لا يا فندم ربنا يحاضر. يلا اطلبوا يا بيه اتفضل اطلبوا. ايوه يا مستر فارس. ايه ده؟ انت مجنون. بعد اذن حضرتك انا عندي هنا اسراء هانم واقفه معايا. نعم يا فندم؟ خدها من ايديها ووديها عند حضرتك وشوف تشرب ايه؟ حاضر يا فندم. لا اوامر اوامر. استاذن حضرتك اجي اخدك من ايدك اوصلك لمستر فارس وشوف تشربي ايه؟ تاخدني من ايدي توصلني لمستر فارس؟ ده على اساس ان انت موديني الحضانه ولا تلاكيك شباب هي؟ تلاكيك شباب ايه يا حضرتك؟ انا مالي انا هو اللي بيقول. ولا 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 انت بتشوح لي ولا ايه؟ انا مش بشوح لحد. بقول لك ايه؟ لا بقول لك انت إيه؟ عايز دماغين على فكره. دماغين؟ اه انا بتكلم ليه؟ ما ده اللي جايب لي الكلام. أيوة. لو يسكت ما بيسكتش. ايوه انت عايز ايه دلوقتي حضرتك؟ تعالى اتفضل وديني لمستر فارس. هلف لي انت لسه هتلف لي يلا يا بيه. لا تحت امرك اللحظه بتفرق مش همز الجمل. عينيا تحت امر حضرتك. تحت امر حضرتك. يا نهار ايه تحت امر حضرتك. احنا هنصلي الجمعه يا ابني. ايه ده؟ لا انا طول اليوم واقف على رجلي فبيطلع لي دوالي وكلالي. كلالي؟ اه اتفضلي إيه؟ حضرتك. ايه ده ايه ده؟ اتفضلي يا ست الناس منورانا منورانا. اتفضلي يا فندم. لا حضرتك اتفضلي الاول اتفضلي. خريج معهد لاسلكي. اه خريج معهد لاسلكي. اهلا 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 اسراء هانم، المفاجاه الحلوه دي. ميرسي. انا اسف ان انا جيت بعديك يعني. ما تكررهاش تاني. بس ما كنتش اعرف ان حضرتك سنك صغير كده. انت شواف على فكره. ها عجبك الاوتيل؟ بصراحه قذر قوي، وانا لو اعرف ان الموضوع كده ما كنتش جيت مخصوص من القاهره. طب يعني ايه اللي ما عجبكيش في الاوتيل؟ قصدك ايه اللي عجبني في الاوتيل؟ حضرتك الاوتيل بتاعك ده محتاج اعاده ضبط المصنع، يتفرمط كده من اول وجديد فيرجع اوتيل. طيب ما حضرتك بقى هتعملي اللي احنا ما قدرناش نعمله. بس دي مهمه صعبه قوي. اعتبر الاوتيل بتاعك من اللحظه دي. كنتش متخيله ان الموضوع يبدا بمشاكل كده. بصي ابعتي بس المدير المالي بتاعك واحنا هنتصرف في كل حاجه. بس انا ماليش مدير مالي، انا متعوده انا اللي اتفق على الديل بتاعي. ديل؟ سوري الديل. اه بس برافو برافو ان انت بتعملي كل حاجه بنفسك. قولي بقى يا فهرس. فارس. قولي بقى يا فارس هتديني كام؟ اديك ايه؟ هو انا هديك الاوتيل لحيلتي وادفع لك عليه فلوس كمان؟ تديني الاوتيل؟ مش حضرتك اسراء هانم اللي كلمتني في التليفون وجايه تشتري الاوتيل؟ اشتري الاوتيل ايه حضرتك؟ هو انا لاقي ياكل عشان اشتري الاوتيل؟ امال انت جايه ليه؟ جايه ادور على شغل. انت جايه تشتغلي عندي؟ مفاجاه صح؟ اطلعي بره. ايه ده ايه ده فارس في ايه؟ انت بتتكلمي ازاي كده؟ فارس قومي يا بنت قومي. قومي فارس ايه؟ يا نهار ايه؟ قومي. اه تمام تمام، بس خلي بالك انت كده رفدتني من قبل ما تعيني. بره بره؟ ماشي ماشي تمام. ده ايه ده؟ لا ومتعنطازه قوي. لا وفارس. اه فارس. ايه يا جماعه هتعملوا ايه في البنت اسراء الوحشه الشريره دي؟ انا سمعت ان هي هتشتري الفندق من فارس. ايوه فعلا مستر فارس قال لي كده وهو بيكلمني في التليفون. المصيبه ان هي انا عارف اكيد هتجيب موظفين جداد وتطردنا كلنا واحنا بقى نبدا من اول وجديد ونرجع لحياتنا القديمه. طبعا طبعا ده هيطردكم يعني شر بليه. واحنا هنطرد لوحدينا؟ ما انت هتطرد معانا. ها؟ هتطرد معانا؟ اه طبعا ما انا هطرد معاكم طبعا، يعني ما انا مش زي زيكم انا، صح يا سعيد؟ بس المشكله يا دكتور امجد ان انا لو اطردت خايف ارجع شغلانتي الاولانيه اللي انا كنت بشتغلها وانا صغير قبل ما اشتغل هنا. ادهم ادهم مالك؟ اصل وانا صغير كنت شايف. لا ادهم عشان خاطري قول. كنت بشتغل على باب سايبر. باب؟ اه تعمل ايه؟ بمسك يافطه كده واقول
فيديو جيم ونت، فيديو جيم نت سايبر، نصاب 5 جنيه، نصاب 8 جنيه، سوبر ماريو عربيات، سوبر ماريو فيفا، يابانية يابانية، يلا تعالى. الله، انت بطولة حلوة قوي يا أدهم. أدهم على فكرة، انت لو كنت استمريت في المهنة دي كنت هتبقى أنجح من شغلك في الريسبشن. ربنا يخليك يا دكتور، تسلم لي، بس أنا معقد يعني، عشان وأنا صغير كانت العيال بتقعد تمشي كده وتخطف مني البتاع وتقول لي يا لتيكين وتجري. حد كان بيزقلك بطوبة؟ كان في حد بيزقلني بطولة. حد كان بيشنكلك وأنت ماشي؟ كان بيشنكلوني وأنا صغير. برضه أنت ماضيك أهون من ناس كتير يعني. أنا مش عايزك تتحرج من ماضيك، لأن في ناس الماضي بتاعها أسود وأضحل من كده. أضحل إزاي يا دكتور؟ ناس كده يعني، ناس. دكتور قول، فضفض. أدهم. دكتور. مكسوف. متكسفش. يعني قول. قول. وسعيد. أمور. امشي يا سعيد. هو أنا غريب؟ قول. هقول لكم، وأنا صغير في المدرسة كنت ببدل سندوتشات الجبنة بتاعتي بسندوتشات اللانشولين مع العيال، واللي مرضاش يديني بديله بقلة في مناخيره. هي البقلة دي بالنسبة لك السواد اللي في حياتك؟ لا. أمال إيه؟ أنا عملت حاجات أسوأ من كده. طب قول. مكسوف. يا سيدي قول. أدهم. قول دكتور. بصراحة بعد العصر كنت بخش السايبر. كنت بحبه جدا. أيوه. الراجل بقى تيكن كان بيقعد يقول الحاجات دي. الراجل بقى يروح شمال يمين، أروح واخد أنا الدراعات. تمام؟ وأروح فككها. فككها كلها. وباعها بالقطعة. باعها بالقطعة؟ أيوه. أنت كنت ساكن فين؟ أنت ساكن في مرازيق البلد. مرازيق البلد؟ فين؟ أيوه جنب مراجيح عم مرزوق. والسايبر كان اسمه إيه؟ عم مرزوق الأكبر. أنت عارف أنا مين؟ أنت أدهم. أدهم ابن مرزوق الأكبر. لا هديك بقلة في وشك. ما تتكلمش معايا بأسلوبك. هتكلم بأسلوبي. استهدوا بالله. يا شيخ أنت قصدي الأمين. أنت هواجم إيه؟ أنت اللي قليل أدب. يا جماعة استهدوا بالله يا جماعة. مرزوق مين وسايبر مين؟ اسراء مين اللي بتتكلموا عليها دي بالصبح؟ يا عم اسراء، اسراء اللي الصبح فضلت تهزق فينا انت ايه يا الله؟ اللي عايزه تشرقت ايه؟ تشرق تقول ازاي؟ دي سالفه مني 200 جنيه وقالت لي هرجعهم لك بعد اول مرتب. لا ارجع تاني بالكلام كده، سالفه منك ايه يا حبيبي؟ 200 جنيه. سالفه منك 200 جنيه؟ يعني كل التهزيق اللي احنا تهزقناه ده وسالفه منك 200 جنيه؟ والله العظيم لو اوريك ايام سودا يا سعيد. هو انا مال انا يا ادهم؟ هو انا مش الصبح قلت لك اديني 200 جنيه عشان اكمل واجيب العربيه؟ ايه 200 جنيه تجيب بيهم عربيه ايه؟ عربيه لعبه يا ادهم. عربيه بالدراع. يا سلام. اصل ابن عم مرزوق. ابن عم مرزوق. ما تتكلمش معاه. اتكلم براحتي. وعلى فكره احنا قاعدين بنتكلم في اي حاجه وسايبين حاجه مهمه جدا، ان اسراء دي لازم نوقفها عند حدها. لا وانا كل ما بجيب سيرتها بتفضل تتجنن. انا اتجننت يا سعيد؟ انا قصدي انت بتتكلم معانا بحنيه مفرطه. انا عايز اسراء دي اول ما اشوفها امسكها كده ارقشها بسناني ارقشها كده. بقول لك يا سعيد، في واحده هنا اسمها اسراء هانم جت من شويه. شفتها. بس هي هانم من انهي ناحيه بالظبط؟ بلاش غلبه، عايزك تطفشها من اوتيل قبل ما تشتريه. يا اخوانا بالراحه على دماغي شويه. اوتيل اللي تشتريه وهي سالفه مني 200 جنيه. لا 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 بجد كده مش ممكن، احنا كده خلاص خبنا بقى. انا اترفض قبل ما اتعين ليه؟ ماليش اهلي يسالوا عليا؟ هو يطول اصلا يعيني في الاوتيل عنده؟ اهو ده منظر واحده تشتري اوتيل ولا حتى تشتري ربع روم؟ مش معقول هي دي. لعلمك بلغ المدير بتاعك اني هشتكيه في مكتب العمل وهفضحه في كل حته، فيسبوك، تويتر، انستجرام، والتيك توك. هدي اعصابك يا انسه. مش برضو انسه؟ ان شاء الله. هايل، بدايه مطمئنه. انت مين اصلا؟ غلاب عبد الوهاب، المستشار القانوني لفارس بيه. ما تجيبليش سيرته على لسانك، انا بتعفرت لما بسمع سيره الراجل ده. لا اكيد ما اقصدش ازعلك، انا هخليه يعتذر لك بنفسه. مش لما تفهم الاول ايه اللي حصل؟ شغور بقى. اتفضلي يا هانم، نشرب درينك كده في الكافي شوب. ايه ده درينك بالنهار كده؟ انا عارف انه بالليل. لا لا انت فهمتي غلط، ده عصير فريش، اعصر اشرب على طول. اوكي بس سوري كرامتي ما تسمحليش، انا لا يمكن استنى في المكان ده ثانيه واحده. طب اديني فلوسي. غرفه داهيه بقى، غرفه داهيه. اتفضلي يا هانم، اتفضلي. افهم بقى، انت ليه ما سبتهاش تمشي؟ انا اللي عايز افهم، انت ازاي افتكرتها اسراء اللي جايه تشتري الاوتيل؟ عشان انا لسه ما شفتش اسراء التانية دي لغايه دلوقتي. بس والله العظيم يا فارس البنت دي غلبانه قوي. غلبانه؟ دي غلبانه دي؟ الله بتجري على تلات ايتام امهم يا راجل. يا عم دي تلاقيها بتاكل اكلهم. دي طلبت عندي في المكتب اتنين عصير قد كده. يا فارس خليك شواف. فرق معده. امانه عليك يا فارس، شغلها واكسب فيها ثواب. بقول لك يا غلاب، هي كبرت في دماغي بقى. يا انا هي في الاوتيل. طب والله العظيم ما تحتاج لها. صدق غلاب؟ هحتاج لها في ايه؟ هو انا عندي زباين اصلا عشان احتاج لهم موظفين؟ يا عم هو انا قلت لك شغالها موظفه؟ شغالها اي حاجه تعملها بايديها. ماسيو اديك شايف العينه. شغالها اي حاجه والنبي ابوس ايدك، حرام عليك. اوتيل طويل عريض ما فيهوش غيري. هو انا ايه؟
شمشون، ده انا لو شمشون كان زماني فيصت. شمشون يا ابني اسمه شمشون بالنون يا سيدي، سميه حكشه، المهم تجيب حد يساعدني. الواد ده بغض النظر يعني ان هو بيرمي ودن، والله عنده حق، بيخدم في 6 مطاعم. اي نعم مفيش زباين، لكن كفايه الرايحه والجايه يعني. طبل له. وايه المشكله لما يطبل للحق؟ يا كسر حقك انت واقف ليه؟ امشي على غور. هلا الوزو في عينك، يلا بره احكي له اللي حصل. لا خلاص عدوي اتكل على الله، اتكل على الله عدوي. الواد ده بيمشي كده ليه؟ دي ماشي الوزو اكيد، انا هحلله اكيد. بقول لك ايه، البنت دي خريجة جامعة والانجليزي بتاعها مش بطال. انجليزي ايه؟ Have a nice day. ياه وكسبتي لغة بالسرعة دي؟ اه يا متمكنة. صباح الفل والنرجس والياسمين على شجرة حياتي. صباح الفل. بقول لك ايه؟ ايه؟ انت لحقتي اشتغلتي بالسرعة دي؟ عيب عليك، انا اسراء. اوعي اوعي تكوني قلتي ان انت خطبتي؟ لا اقسم بالله ما حد عرف، مع اني يعني مش عارفه ليه انت مصمم ان احنا نداري حبنا. ما اقدرش اداري حبنا، ده حبنا باين قوي، اكتر حاجه باينه في حياتنا. بس هم هنا مانعين جواز القرايب. ايه؟ قصدي يعني مانعين شغل القرايب. فاهمه ازاي؟ هم هنا بيحبوني قوي وبيقدروني، وانا ليا هاله. يا هاله! هاتي لي شاي بسرعه. ايش ايه انت بتوطي صوتك عليا؟ هو الاوتيل ده في حد؟ ده مهجور يا عم. استني بس عشان محدش يسمع. بقول لك ايه؟ ايه هو مستر فارس عينك ازاي بالسرعه دي؟ مش عارفه، انا عايزه اقول لك ان اول مره شافني كان هياكلني بسنانه. نعم. ايه ياكلك ازاي؟ انت فاكر ان هو هياكلني بسنانه؟ لا مش قصدي ان هو يعني هياكلني بسنانه، اقصد ان هو كان متعصب عليا يعني. كده. بس فجاه كده راح مغير رايه كده على طول. صرتي مؤثرة. يا ساحرة. ساحرة مستديرة. أموت في الجول. أكيد كانوا مزنوقين في عمالة، حمامات، بيلمن، كيدز إيريا. حميك بالشاي دلوقتي ولا أعمل إيه؟ رد فعلي يبقى إيه دلوقتي؟ لا أنا مش قصدي أزعلك. أزعلك إزاي؟ ده أنت مني. ده أنت كلي. بط. حاضر. إسراء. نعم. I love you. Big hug. مبروك يا مولانا، جوزت تامر وبسنت امبارح وهتجوز فارس الليله دي. عيب عليك، انا عمري قلت لك حاجه وما حصلتش؟ لا لا العروسه هنا. ما يوافقش ازاي؟ هو في غيرها قدامه؟ هي ما توافقش يا راجل، هي هتلاقي واحد زيه فين بس؟ الف مبروك يا عم، بيضلك في القفص حبيبي. حضرتك انا كلمت مدام اسراء على كل تليفوناتها مقفوله. ما تعرفيش هي فين بما انك مديره اعمالها يعني؟ او اعرف هي فين طيب على الاقل. طيب حضرتك اول ما تعرفي اي حاجه كلميني ضروري والنبي. ريح نفسك، محدش هيكلمك. مالكيش دعوه. واضح ان الهنا مش هتشتري الاوتيل، رجعت في كلامها. ومالك فرحانه قوي كده؟ طب العند فيك هتشتري الاوتيل. هو انت ليه مصمم تبيع الاوتيل وخلاص؟ احسن ما ابيع نفسي واتجوز اي جوازه والسلام. هو انت عايز تبيع اي حاجه وخلاص؟ عندك حل تالت؟ طبعا. ظبط امورنا مع الضرايب ونقسطهم زي ما كل الناس بتعمل. ايه الحل العبقري ده؟ ده ايه الجمال ده؟ طبعا. واجيب بقى حضرتك فلوس الضرايب دي منين؟ من ارباح الاوتيل. حاسبي عشان الاوتيل مليان، حاسبي. ده الاوتيل مليان ناس، بصي الاوضه دي، وانا لاقي اوض ولا لاقي ناس ولا لاقي اي حاجه. مستعجل على رزقك انت، عملت لك ديل مع شركه سياحيه هتضمن لنا 300 ليله سياحيه كل سنه، قول لي مبروك بقى. وال 300 ليله دول طبعا هيسددوا لنا الضرايب اللي علينا. يعني هي النوايا تسند الزير. نوايا؟ نوايا ايه؟ انا عايز الزير. ايه الطمع ده؟ ما تقدرش تبقى جشع كده. اتفائل. اقول لك ايه؟ روح اتفقلي بعيد عني. امشي امشي. بقى كده؟ امشي امشي. شكرا. ايه اللي انا في ايدي يا ربي؟ النوايا قال. القهوة يا فندم. اقعدي يا اسراء. ما يصحش اقعد في مكان اكل عيشي. اقعدي ما تخافيش، انت في حمايتي. وانت مين؟ انا قلت لك انا محامي فارس بيه. واهم حد في الاوتيل هنا. ترزعي بقى عشان عايزك في موضوع مهم. طيب حاضر، في ايه؟ ما تزقش. قول لي. انا شفتك بتسرفزي على الواد اللي اسمه امجد. ايه؟ انا يعني عشان بس لو حد عدى يفتكرني جست عادي. بتشم كوبايتي؟ لا فاهمه كل حاجه، بسم الله ما شاء الله.
ايه موضوع امجد اللي بتستفزي عليه ده؟ قصدك الدكتور امجد؟ دكتور؟ دكتور على نفسه، شكله واخد هدوم صناعي وعاملهم علينا. لا والله ده مفهمني ان هو اهم حد في الاوتيل هنا. طبعا بصدق يشوف واحده جديده ما تعرفش حقيقته. استاذنك بس ايدك بس، معلش بقول لك ايه؟ اتفضل. لو طلب اي مشروب يدفع فلوسه حالا. طبعا هو في ايه؟ انا سوسن قدامك. انا فاهمك. بعد رجلك بس استاذنك كده معلش. ايوه حلو كده؟ معلش بس التراب كان باين. اؤمرني. تعرف انك حلوة قوي. الله يكبر بخاطرك. لا لا بجد يعني لفت نظري جامد يعني. ما هو يبقى عيب في حقي لو ما لفتش نظرك بصراحة يعني. بس يعني هو حضرتك عايز ايه؟ عايز اعرف انت مرتبطة؟ على حسب. ايه ده؟ انت مش فاكرة اذا كنت مرتبطة ولا لا؟ لا يعني مش اللهم صل على النبي. طب نمشيها مش مرتبطة؟ والله كان قلبي حاسس. استاذنك رجلك بقى كده. اتفضل. طب معلش انت بتسال ليه؟ اصل انا جايب لك عريس. عريس كده مره واحده؟ لا المفروض بالنسبه لك على مرتين، بس المره دي يعني جاي مره واحده. اوكي. اوعى ايدك كده معلش معلش. انا شايفه شغلها كويس جدا. اه طبعا نظيفه نظيفه في نفسي. طب والعريس ده يبقى مين؟ لا لا مش قادر اقول لك، خليها مفاجاه. رغم اني متاكد انك هتوافق عليه مع كل الفروق اللي بينكم. الفروق؟ يعني فرق في السن مثلا؟ لا مش بالظبط يعني. هو من الزواحف وانا الثدييات يعني؟ لا 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 ابدا، انتوا الاثنين من برميات. لا دمك خفيف قوي. معلش استنى كعب رجلك كده. اتفضل حبيبي اتفضل. انا عارف يعني انك لما تقربي منه وتعرفيه هتتاكدي انك هتتولدي على قديم من اول وجديد. هتولد على قديم من جديد؟ هو دكتور نسا وتوليد ولا ده جرافيك؟ لا 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 كتير كتير قوي كتير قوي. لا قوم شوف شغلك، قوم شوف شغلك يا اسراء. يلا في القلبه دي حضرتك. يلا حبيبتي. حاضر يلا. حاضر. لا لا رجلي ومحتاجها والله. خدي على واسع، خدي على واسع. طيب حاضر. حول الله يا رب. قمر استاذنك بس كده. معلش 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 معلش. لا ده تمام. دلكيني باطي. معلش انا اسفه انا اسفه. يا بختك يا فارس، يا بختك يا ابن المحظوظه. عايزنا نتجوز اسراء؟ عندك غيرها؟ دي لسانها بينقط سم يا سيدي. بالحنيه هينقط عسل. عايزنا اتجوز جرسونه عندي يا غلاب. لا ما انت هترفدها وبعدين تتجوزها. يا ابن اللذينة، يعني انت عملت كده مخصوص عشان اتجوزها؟ برافو عليك، طول عمرك ناصح. طب اللي عندي فيك بقى مش متجوزها. بص انا سمعت منك الجمله دي كتير في المسلسل بتاع الجواز بتاعك ده، وانا ما عنديش غير نفس الرد. عندك اوبشن تاني؟ هبيع الاوتيل. الله، مش الست لك هتشتري الاوتيل نفضت لك وقفلت تليفونات في وشك؟ ايه نفضت لك دي يا غلاب؟ والله هزعل منك. يا عم اهدى بس ما تزعلش مني. سيبك انت من اسراء اللي هتشتري الاوتيل دي، خليك مع اسراء اللي هتضمن لك مستقبلك. قال يعني هي وافقت تجوزني؟ هي الطول اكيد هتوافق. بسرعه كده؟ يا ابن الحلال مفيش بنت ما بتحلمش بالجواز، بعدين انت لما هتعرفها كويس هتصعب عليك وهتتجوزها. جرى يا غلاب؟ هو انا جمعيه خيريه؟ لا 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 على فكره انا خليتهم يحجزوا لها اوضه على حسابك من جنبك يعني. يعني عشان تلحق تفتحها في الموضوع. هو انت لسه ما فتحتهاش؟ لا فتحتها بس ما قلتلهاش مين. اتفضلي يا هاني اوضتك. مالك قرفان كده ليه وانت بتقولها؟ ما حسيت ان انا داخله بيت الطاعه. اصل انا بصراحه مستغرب قوي يعني ازاي يدوكي اوضه زي دي وانا اللي شغال معاهم بقالي 7 سنين هنا ما قاعديني في اوضه شرك مع عدوي. هبقول المشكله بتاعتك دي لرهام سعيد في برنامج صبايا الخير عشان تحلها. وبطل نفسنا. هنفسن على ايه؟ ده انت مستلفه مني 200 جنيه هترجعهم لي اخر الشهر لما تقبضي. لا انا مستلفه 180 جنيه، يعني مديالك 20 جنيه مقدما، ومع ذلك هرجعهم لك اخر الشهر 200 جنيه. اه صح. طب انت تعرف ان انت لو اديتني 180 جنيه برضه هرجعهم لك اخر الشهر 200 جنيه؟ تصدقي فكره؟ 180 200 220 ايه؟ اتفضلي. يلا بسرعه قبل ما ارجع في كلامي. على فكره انت لو مراتي مش هتخافي على مصلحتي كده. شفت بقى ساعده وحياتك عايزه مخدتين زواده. بس دي شغلانه الهاوس كيبر. وانت ايه الهاوس كيبر ايه الله؟ ولا التبس بقى دي الهاوس كيبر؟ لا من عينيا الاثنين، هروح اجيب لك المخدتين. ساعده. ايوه. نسيت تديني ال 180 جنيه. معلش الفرحه نسيتني. يلا فين هما؟ ينفع 200؟ طبعا طبعا يا روح هات هات، ربنا يكتر من هبلك يا رب. على فكره إيه؟ انت كريمه قوي وجدعه قوي، بعد اذنك قوي اتفضلي الكارت. هات يا روح.
ده بنت اللي عبيط قوي. بيضالي في القفص. ايه ده؟ لا هيجيب المخدتين؟ ايوه ايوه في ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ امجد؟ ايه اللي جابك الاوضه بتاعتي يا امجد؟ يا جت عليا انا؟ هو لسه خارج منها يا هانم. ايه ده انت بتقول ايه؟ الله في ايه؟ ايه الاوضه الجميله دي؟ اسماك وورود وأباشورات. اسراء اشمعنى انت اللي ادوكوا الاوضه الجميله دي؟ كده يا امجد ده بدل ما تقولي مبروك قالوا انا اللي داخله الاوضه عماله اقول ونبني توبه توبه في عش حبنا. اه يا امجد عش حبنا بس ده عش كبير قوي يا اسراء. ايه المشكله يا روحي انت بتحسدنا ليه؟ اسراء نعم ما تسرحيش بيا يا اسراء. في ايه؟ الموضوع ده فيه انا ولا انا ولا منا يا حبيبي كل الموضوع باختصار. بحب الحركه دي قوي. مغير من الشحن. ايوه اسراء ايه قولي لي تاني. شفت بقى مش تقولي كده من الاول. لا تقول كده انت ظالمني. انا ظالمك اسراء. نا I love you I kill you. بموت فيكي. طبعا يا سعيد انت عارف ان اي معلومة انت بتجيبها لي بديك تمنها فورا. كدابة عمره ما حصل. هيحصل. من امتى؟ من دلوقتي. عايز تعرفي ايه؟ عايز اعرف دلوقتي هم سكنوا ليه البنت اللي اسمها اسراء دي؟ انا مجرد جرسونه. قولي انت بقى. انا نهزر انا بسالك انت. نفس اللي انت فكرتي فيه. حتى دي عايز يتجوزها؟ ما قداموش بنت غيرها. ما كان عايز يبيع الاوتيل. وانت اقنعتيه ما يبيعش. يعني جت على دماغي انا في الاخر. اسود. ما اعرفش بقى. الحقي اتصرفي لو تقدري. ايدك على ثمن المعلومه. ضربه في ايدك. عايزني ادفع فلوس في معلومه زفت زي دي؟ والله كنت حاسس انك هتغدري بيا عشان كده خليتك انت اللي تطلعي المعلومه من نفسك. انا مش فتان يا كدابه. اهو انت يا نصابه. اهو انت يا وحشه. انت اوحش. يا رب ما تتجوزي فارس. لو النبي تعالى يا سعيد خلاص هديك والله الفلوس اللي انت عايزها يا ولا. تعالى. انا اسف ان انا اتنرفزت عليك شويه. يعني شويه؟ انت اتنرفزت كتير على فكره. ما انت كمان اسمك اسراء. ايوه ايه المشكله في اسم اسراء؟ يعني عندك عقده منه؟ خلاص سميني ادهم. الله تصدق ليا عليك اكتر والله. لا مش قصدي، قصدي افتكرتك اسراء اللي جايه تشتري الاوتيل. هو انت بجد هتبيع الاوتيل؟ انت خايفه ابيع الاوتيل كده ليه؟ واخاف ليه ان شاء الله؟ ماسك عليا صور. صور؟ ايه الرخص ده؟ لا انا قصدي يعني المشترك الجديد ممكن يتخلص من العماله القديمه وانت منهم. انا يا باشا لسه متعينه يعني لسه فريش كده بخيري. بس الحل الوحيد ان الاوتيل ده ما يتباعش ان انا اتجوز خلال 24 ساعه. وايه علاقه الجواز بالبيع؟ لا ده موضوع كبير بقى ابقى اقوله لك بعدين. واني عروسه دي اللي هتلاقيها خلال 24 ساعه؟ ما انا لقيتها خلاص. مين؟ انت. مين؟ انت. مين؟ اسراء. مين؟ الله اكبر الله اكبر. ايه ده؟ أنا مش مصدقة نفسي. أنا جاي لي عريسين في يوم واحد. شكرا يا رب شكرا. أصل أمي قالت لي صوم الاثنين والخميس ليه وبركة والبركة أهي. والله شكرا يا رب شكرا. اثنين وخميس إيه يا حاجة؟ مين التاني؟ المحامي بتاعك غلاب. أيوه. تضحك على إيه؟ أنت مش مصدقني؟ طب إيه رأيك بقى إن هو كان بيلمح لي؟ غلاب. طب وإيه رأيك بقى كمان إن هو كان بيعمل لي كده هو بحواجبه وكل شوية يقلع في النضارة ويلبس في النضارة؟ غلاب. مش مصدقني ليه؟ طب لعلمك بقى سألني انت مرتبطة ولا مرتبطة؟ هو كان بيسألك عشان تتجوزين انا. وانا ايه المطلوب مني ان شاء الله؟ ولا حاجة. انا عايزك بقى تفتحي دماغك قوي. بس كده؟ محدش بيفتح والله. طب رن الجرس لغاية ما بص من الشباك. بص بس. عدوي. ايه ده ايه ده؟ عايز ايه؟ ايه اللي في ايدك ده؟ انت مالك يا عم؟ انت في ايه؟ انت عينك هتخرم الفلوس يا عدوي. ده انا خايف على مصلحتك. مصلحتي معاك انت؟ مصلحتك مع اسراء. ايه مصلحتك مع اسراء؟ ده اعلان بنك ده ولا ايه؟ شركة استثمار. شركة استثمار؟ اسراء مين؟ البت اللي جت امبارح وشغلوها وادوها اوضه في نفس اليوم. ايوه عارفها عارفها. خلاص مالها يعني؟ تديها ال 180 من هنا ترجعهم لك 200 جنيه.
انت اديتها 180 ورجعتهم لك 200؟ ما انا رحت عشان استلم المبلغ، قالت لي هات 180 تاني عشان تديهم لي 200. طب هترجعهم لك امتى؟ ما انا بطلت اسالها بقى عشان فلوسي خلصت. انت واثق فيها اسراء دي؟ دي دماغ ذريه، بقول لك جت اشتغلت وادوها اوضه في نفس اليوم. يعني انا وديتها 1870، هترجعهم لي كام؟ 645. رد يا اسراء. لحقتي تتغيري بالسرعه الفظيعه دي؟ خاينه خاينه. دكتور امجد اتفضل، الدواء بتاعك اللي بتقولي عشان البرد. مبروك يا سعيد، خفيت؟ لا تعبت اكتر. ليه؟ انت خدت كام واحده في اليوم؟ كنت باخد كبسوله ببلعها قبل النوم. ايه كبسوله؟ ده مش كبسول، ده البوس. لبوس؟ وانت تديني البوس في سني ده يا دكتور؟ بقول لك يا سعيد سيبني في حالي دلوقتي، سيبني في حالي. ايه بس في ايه؟ بقول لك ايه؟ مستر فارس فين؟ عايزه في ايه؟ عايز اقول له ان لو باع الاوتيل هيتعب نفسيا اكتر ما هو تعبان دلوقتي. لا اطمن، ما هو مش هيبيعه خلاص. عرفت منين؟ سمعت طراطيش كلام كده. سعيد تعال يا سعيد تعال. عارف يا سعيد انا بعزك قوي زي ما تكون اخويا واكتر، بالرغم ان يعني ايدي قصيره يعني. سعيد قول لي انت سمعت ايه في طراطيش الكلام ده؟ عقبال عندك كده عرفت ان مستر فارس لقى العروسه اللي هتخليه يورث من جده. كويكلي كده؟ اه. مين؟ البنت المجنونه اللي اسمها اسراء. ايه؟ سعيد سعيد انت قلت اسراء ها؟ يا عم انا مالي وانا اللي هتجوزها، ده هو. لا 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 يا سعيد مش ممكن فارس يكون هيتجوز اسراء. انت بتقول اي كلام؟ ليه؟ هو انت لقيت له عروسه تانيه؟ ابعد عني ابعد عني ابعد عني وسيبني دلوقتي لوحدي في الاوضه. انا عايز ابقى لوحدي دلوقتي في الاوضه. كده يا اسراء كده ادخليني. يعني انت عايز تتجوز عشان تورث بس؟ تقريبا يعني حاجه زي كده. طب ما فيش سبب تاني؟ عشان ما اضطرش ابيع الاوتيل كله. لا اله الا الله. طب ما فيش سبب تالت؟ ايه حكايه الاسباب دي؟ عموما لو كان جدي هنا كان قال لك مليون سبب. ياه انت واضح ان انت كاره الجواز قوي. بصي انا بصراحه بخاف منه جدا. طب خلي بالك انت كده هتخوفني معاك. لا لا لا، وانت هتخافي من ايه؟ انت جاي هنا تشتغلي شغلانه ب 3000 جنيه في الشهر، دلوقتي عندك فرصه تتجوزي صاحب الاوتيل كله. طب تصدق ان في وجهه نظر بتقول ان الفلوس مش كل حاجه؟ لا ما انا كنت فاهم زيك كده لغايه ما جدي بقى فهمني انها اهم حاجه وكل حاجه. بس انا جدي ما قاليش كده. انا جدي قال لي ان ال 3000 جنيه اللي هتقبضيهم على الجمعيات اللي هعملها، على الاوفر تايم اللي هشتغله، احط القرش على القرش واتجوز الراجل اللي انا عايزاه. اهو كل واحد حر في جده بقى. لا على رايك. على فكره غلاب قال لي انك مش مرتبطه. لا انا قلت على حسب، ما ريحتوش يعني. يعني ايه يعني مش فاهم؟ انا ماليش ملكه على جسمي زيت. وبعدين على راي الاغنيه اللي بتقول اللي راح 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 مع السلامه يا فلوس. هي وجهه نظر برضه. لا مش وجهه نظر انا، دي وجهه نظر عمرو سعد. طب وانت بقى وجهه نظرك ايه؟ وجهه نظري ايه؟ يعني انت مثلا لما نتجوز وتورث من جدك مش هتحب؟ واللي هتحبها دي مش هتتجوزها؟ وساعتها اكيد هتطلقنا؟ طب مش جايز بقى احبك انت؟ اعتبره وعد؟ انت وشطارتك بقى. شطارتي؟ ايه الثقة دي؟ مش جايز انا اصلا ما اقدرش احبك؟ نعم. ايوه اهو اهو شوف علي حسك كمان خدعني بعينيك الخضر دول وهم وراهم ثعبان. اللي انت ما سالتنيش يعني انا حورس كام؟ مش فارقة. 30 مليون جنيه غير الاوتيل ده كله. طب مش تقول لي قبل ما احط دي على دي؟ ده مجهود على فكرة. طب انا كنت عايز اريحك. بقول لك ايه؟ المأذون جه ولا اخطف رجلي جري اجيبه واجي؟ لا لا ما تعبش نفسك انا حلو. اتفقنا؟ يا خراب. هسيبك ساعة تفكري وتردي عليا وشوفي بقى طلباتك ايه في المهر والشبكة والتفاصيل دي كلها. أنا حاسس كده إن احنا هنتفق. هعدي عليكي في الشاليه كمان شوية. فارس؟ إيه ده معقول؟ يا نهار أبيض على الحلاوة والجمال. يا
يا بخت اللي احنا من بخته. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. إسراء، الكلام اللي سمعته ده حقيقة؟ كلام ايه؟ انت هتتجوزي فارس؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ مين قالك كده؟ مش مهم مين اللي قال كده، المهم حقيقة ولا مش حقيقة؟ لا طبعا مش حقيقة يا ابني، 100 مرة اقولك افهم بقى. تعال. لا مش عايز. اها امجد خدي. لا يا شيخة. ايوه. ايه ده؟ لا يكون فارس. فارس طب ما يجي عادي. يجي عادي ازاي؟ لا مش هينفع، لازم تستخبى طبعا. طب خش تحت السرير. لا لا ورا الاباجوره دي. هي رفيع، استخبى في الحمام. الحمام؟ ايوه الحمام. يلا خش الحمام بسرعه. ايوه خش يا ابني بقى. فارس فارس يلا. مساء الخير. ممكن دقيقتين؟ اتفضل. مش ممكن، ليه الوحيد اللي انا عايزاه يجي مش بيجي؟ كل الممنوع مرغوب. هو مين ده اللي كنت عايزاه يجي؟ مش عارف. لا ما فيش حضرتك. اتفضل يا متر، اهلا بيك. كان بلغني فارس ان كنتوا خلاص قربتوا تتفقوا. يعني والله على حسب. على حسب؟ اه. انت قصدك ليه؟ يعني عشان الحمامات ليها قصدي الحيطان ليها ودان. يعني نقول الف مبروك للحيطان، الف مبروك لحضرتك يعني. يعني برضه والله على حسب، يا الف مبروك، يلا يبارك فيك. وانت مش نازل عليكي غير على حسب. على حسب من ساعه ما شفتك في ايه؟ طب اصل هو فارس بصراحه قال لي انا هسيبك تفكري في الحاجات اللي انت عايزاها، يعني في الشبكه، المهر، البدلات، الحوافز، الحواجز. بدلات وحوافز ايه؟ مش المفروض ان هو هيتجوز الموظفه عنده؟ صح. والله بص، انا بعد تفكير عميق ومجيتك عندي هنا دي على راسي من فوق، فكرت ان انا اعملها له باكج كده على بعضها، ان شاء الله تبقى 5 مليون جنيه. 5 مليون؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ 5 مليون جنيه؟ يا عم وطي صوتك. كتير قوي 5 مليون جنيه يا حاج. في انت هتدفع من جيبك؟ الله، بس كتير على مين؟ ما اذا كان هو هيورث 30 مليون انا هاخد 5، هيبقى له 25. الحكايه كده. بس كان ليا رجاء عندك، طلب كده صغنن. اتفضل. ممكن انت تبقى تبلغه بالموضوع ده عشان انا كأنثى من داخلي يعني اتحرج ان انا اقول له. حرجي؟ خجوله. باين عليك يا خجوله من ساعه ما شفتك. هبلغه بس انا متاكد انه مش هيوافق. ما تقطعش. بعد اذنك يا خجوله. اتفضل. لا خجوله حقيقي. ميرسي. تسوق على الخجل. يا فارس. إسراء! خرب بيتك. ايه؟ انت لسه هنا بتعمل ايه انت؟ مش هسيبك ابدا. ايه ده في ايه؟ قولي لي يا إسراء. ايه؟ هو فارس كان عايز منك ايه؟ يا ابني انت كمان غبي، ما كانش فارس اللي هنا، ده كان المتر بتاعه. غلاب؟ ايوه، انت بتستغرب ليه كل مرة؟ انت عليك اقبال غريب قوي. امجد في ايه؟ الله، مش انا حكيت لك الحكايه يا حبيبي؟ ايوه مين فيهم اللي عايز يتجوزك؟ يا تعال ما اقول لك تاني. ايوه اهو. ده غير مش رحمة. اسرع قولي تاني. يا استعال. مش معقوله. شفت بقى على طول ظالمني كده. يا اسراء. I love you. Kiss me. 5 مليون جنيه؟ انت بتزعلي ليه؟ هو انا اللي طالبهم ولا اسراء؟ اصل 5 مليون ده كتير قوي. ايه ده يا فارس، الله يخليك، لا يجي لك ذبحه، نضطر نسافر بره نعالجك، هيطير منك 2 3. يا عم فل الله ولا فالك، اعمل لك ايه؟ ما انت اللي جايب لي عروسه طماعه. لا يا حبيبي، انا جايب لك قطه مغمضه، انت اللي طمعتها فيك. ازاي يعني؟ ما انت لقيتها لازم اتجوز عشان يعني غلطتي ان انا ما كدبتش عليها؟ اهي الغلطه دي هتخليك ما تعرفش تعيش يا حلو. طب وهنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هحاول انا كده افصلها كده، اخليهم 3-4 مليون بنهايه الخدمه. نهايه الخدمه المؤخر يعني. لا 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 لا، بص هو كله على بعضه كده 1 مليون جنيه. حلو قوي، يبقى تبلغها انت. استنى بس، انت رايح فين؟ رايح اعصابي في اوتيل قريب من هنا. اوتيل ما يكونش صاحبه مضطر يتجوز عشان يورث. غلاب ايه، عايز تيجي معايا؟ لا بص، نظرا لضيق الوقت يعني اوكي، انا هديها 2 مليون جنيه. انا لو قلت لها كده هتغزني بالمطوه، يبقى اقول لها هبلغ وانا هخف. انا ما كنتش فاكره ان انت كده خالص، مالك خايف كده ومتوتر وقلقان؟ مش خايف ولا حاجه، انا بس
مستغرب. مستغرب من ايه؟ مش عايز تتجوز واحده بتشيش؟ بعدين بقالك نص ساعه واقف قدامي ما قلتش جمله مفيده على بعضها. ما تخافش مش هاكل. طب الحمد لله، طمنتيني انك مش هتاكليني. لا ما تقلقش انا فيجيتيريا. صباح الفل يا معلمه. اهلا اهلا. انا رشيت قدام باب الاوتيل عشان ربنا يكرمنا بقى. يلا اللي انت بتهببه ده. ما كرسلها. والفرنساوي ما بياكلش عيش الكلام ده. رص عادل. ها حاضر. رص الفحم عادل. اليوم اللي سرفس فيه على زمايلي. يا لهوي. غور يلا غور من وشي. تعملي فيا ايه يا دنيا؟ تعالى تعالى هنا. تعالى. ايه ليه يا دنيا؟ الدنيا ما ادتكش حاجه ولا اي حاجه؟ طب خد دي. شكرا يا دنيا. سيبك منه الواد ده. بعدين انا حاسه كده ان انت جاي لي بالتيشيرت البنك الجميل ده عشان خاطر تفاصيلني في موضوع المبلغ اللي طلبته منك تحت الحساب. تحت الحساب؟ هو انت ناويه تاخدي مني فلوس تاني بعد الجواز؟ يا سلام، مش هبقى مراتك ولا مش ناوي تصرف عليا؟ بصي يا اسراء، انا مش هديكي غير مليون جنيه. انت بتستر لي بايدك وانت بتتكلم؟ بذمتك مش مكسوف على دمك؟ وكسف من ايه؟ انت كان اخرك اديكي شهر مقدم وما اديتهولكيش كمان. انا اعتبر نفسي ما سمعتش حاجه. طب خلاص يا اسراء، انا هزودك نص كمان. طب عشان خاطرك انت هاخد 3 مليون جنيه بس. طب والضرايب؟ ضرايب؟ يا نهارك اسود، انت عايز تخصم من عروستك الضرايب؟ ما تخصم بالمره القيمه المضافه. لا ما هي مضافه لوحدها. انت تهويلي على الولعه بقى. اهويلك طبعا. خلاص يا اسراء، هديكي 3 مليون جنيه. وهتديهم لي امتى؟ بعد الجواز. نعم بعد الجواز ايه يا حبيبي؟ وانا ايش ضمني؟ ما انا هبقى جوزك. مش مبرر على فكره. الله، مش يمكن تخلع مني وتطلقني؟ خلاص هكتب لك زفت ب 3 مليون جنيه. لا، هتكتب لي 3 شيكات، كل شيك بمليون عشان يبقوا 3 قواضي، وكل قضيه ب 3 سنين سجن. 3 سلامات يا وحشني. بتلات شيكات. شفت الدنيا لفت بيك واضطريت تلجأ لي عشان اعالجك نفسيا. للاسف. تخيل، ما هو ده اللي تعبني. كفايه دعابه، قول لي ايه اللي حصل. مش عارف ابيع الاوتيل، بشكل كده هبيع نفسي يعني، هتنايل. فارس انت هتتجوز؟ يا فارس، انا مش مصدق نفسي، مش مصدق نفسي اني هشوفك عريس وفي الكوشه قبل ما ربنا ياخد اجلي. حبيبي يا فارس مبروك. الله يبارك فيك يا ماما. عامل لك ايه؟ ما انت بتتكلم زي امي. ويا ريتها جوازه عدله. ده انا لسه ما سددتش الشيكات بتاعت الضرايب، وهي طالبه مني شيكات للمؤخر والمهر. يا ساتر، مين البنت الطماعه دي؟ على فكره دي باد جيرل فعلا. نوتي بس مش لاقي غيرها. مين؟ جرسونة عندنا اسمها إسراء. نعم؟ إسراء؟ إسراء دي خطي خطي هاتشي. خطي إيه؟ أنت هتستهبل؟ أنا أقصد إسراء دي خطيرة، خطيرة جدا. إيه ده؟ وأنت تعرفها؟ يعني بسمع عنها كلام مش ولا بد هنا. الغلاب ده شكله هيجوزني رئيسة عصابة. لا ما تقوليش. غلاب اللي عامل الجوازه دي؟ هو في غيره؟ غلاب اللي جايب المصايب كلها؟ انا عايز اعرف انت سايبه ليه لحد دلوقتي؟ ما ترفدوا يا اخي، ولا تعلقوا على شجره، ولا اي حاجه من الحاجات دي. ازاي؟ وبعدين حد يعمل في حضرتك كده؟ حضرتك رمز للطيبه والنقاء والعطاء. الدرجه دي زعلان عليا؟ لا عليا. ايه؟ قصدي علينا. ايه؟ قصدي على حد انت ما تعرفوش. وبعدين يعني يا مستر فارس، حضرتك صاحب الفندق اللي انينا وبناكل من وراه عيش يا باشا. على فكره انت اوفر قوي. عموما بقى ادعي لي ان الجوازه دي تعدي على خير. فارس انت عايز تتجوزها بجد؟ يا ابني بقول لك ما قداميش غيرها. ازاي هتوافق تتجوزك وهي اصلا مخ 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 ايه؟ مخلوله. ايه؟ مخلوله. ايه؟ مفتوله. مخبوله. هي مخبوله في مخها، مخبوله كده. مخبوله عشان هتتجوزني؟ ما انت كنت بتتكلم كويس. يا مستر فارس، أنا عايز أعرف هي إزاي هتوافق تتجوزك السفلة المتاحة الرخيصة بعد ما عرفت إن حضرتك هتاخدها مصلحة وهتبقى مروحة، فهمني. بص بقى، خد بقى من أخوك الكبير. لو عايز تعرف الحقيقة، تعرف الدنيا ماشية إزاي؟ الجواز كله مصالح، والدنيا عموماً عبارة عن مصالح. دنيا مصالح، يا سي صالح، شوف مصلحتك. إيه البرنامج الإذاعي اللي أنا قاعد فيه ده؟ مستر فارس اسمعني كويس قوي. الجوازة دي لا يمكن تتم. إيه؟ أيوه. الجوازة دي لا يمكن تتم. جواز إسراء من فارس باطل. جواز إسراء من فارس باطل.
دواء فيه سم قاتل قاتل. ايه الفيلم العربي اللي انا عايش فيه ده؟ ايه قست الفستان؟ قسته بس محتاج شويه تقفيز. تقفيز ايه؟ محتاجه سمكه بعرض متر وسمكه هنا بعرض متر. تلاقي شاودير الخياطه في الهاوس كيبنج. ايه ده؟ انت لحقته جبتوه امتى؟ احنا حاجزينه من شهر اهو المأذون. طب على الله بقى صاحبك ما يرجعش في كلامه وما يدينيش الشيكات. لا هيمضي غصب عنه، بس اوعي تنسى العمولة اللي اتفقنا عليها. والله ما فاهم حاجة. أروح ألحقه لأحسن ينتحر قبل ما يتجوزك. أمجد؟ قال لي. قلبي لك؟ قال لي. عمري لك؟ بهاء سلطان؟ قال لي أنا هقتلك. إيه ده؟ مين ده؟ هتتجوزيني يا إسراء؟ هو مين بس اهدى؟ فارس، فارس يا هانم، هتتجوزيه ازاي؟ وانت خطيبتي يا إسراء؟ أهو أديك قلتها بعض من لسانك، يعني أنت خطيبي، وبعدين مش أنت اللي قلت من الأول إن أنا ما أعرفش حد إن أنا مخطوبة ليك، وحتى بالأمارة لما قلت لك ليه نخبي حبنا؟ فاكر ولا لأ؟ أيوه، أيوه أنا فاكر. طيب يبقى إزاي بقى هتجوزوه؟ بس هو هيتبلى عليك يا هانم؟ هو قال ان انت مقضيتيه على شيكات. يا نهار اسود. لا 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 مفيش الكلام ده. بس الشوكه والسكينه دول كده. ده في ايه؟ شايفني طبق سجق؟ تعالى اقول لك اللي حصل. اقطعك. لا لا بلاش. بس بغيب من ودني. قولي تاني بس بالراحه. يا ابني حاول تسمعني. لا يا شيخه. لا يا شيخه انا بقول لك نكته، انا بقول لك اللي حصل. اسراء قولي لي تاني. يا معقولة الموضوع كده؟ أيوه أنا ظلمتك. شفت بقى؟ إسراء I love you I hate you. الله فوتبول. إيه ده؟ ده في لعيب مصاب هنا. يا دكتور امجد انت فين؟ انا قايب عليك الدنيا كلها. انت بتعمل ايه؟ ده مفيش كوره اصلا. تعالى بس تعالى انزلي فورا، انزلي فورا يا سعيد. وليك نفس؟ يا سيدي يا سيدي هيبقى لا شغل ولا لعب. بقول لك يا سعيد انزلي فورا، انزلي فورا بس على فلوس، انا سفاح. انا احب الفلوس مع اني ما بشوفهاش. وانا بموت في الفلوس وما بمسكهاش. بقول لك يا ساده لو لقيت حد معاه فلوس قول لي ادينا. لقيت. ايه؟ مين؟ انت. انا؟ انا؟ يخرب بيتك بتضحكني. لقيت معايا حاجه تهمك قوي 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 بس كله بتمنه. تهمني؟ اكيد الكوره. لا سيبك من الكوره، حاجه اهم. حاجه اهم ليه انا؟ يا الكتيب يا السماعه، والاثنين انا سايبهم في المكتب يا لئيم. دكتور امجد انا عايزك تصحصح كده وتفوق معايا. انا عرفت كل حاجه بس اطمن سرك في بير. سعيد بس طلع لي شوية مية من البير. لا احترم نفسك، احترم نفسك يا سعيد. مش عشان رفعت الحواجز تقوم ترفع لي الحواجب. انا ما حدش يتكلم معايا بالطريقة دي. انا دكتور امجد. امجد يمرض لكن لا يموت. اتكلم معايا كويس. طب يا دكتور امجد مش عايز توشوشني حاجة في ودني دي؟ يا سعيد بقى ما تستغلش حبي ليك يا اخي. انت صحيح اخويا بس انا ما عنديش حاجة اقولها لك. ولا عايز تقول لي حاجة في ودني دي؟ سعيد ارجع لورا، ارجع لورا لاني بدات افهمك بشكل مش كويس. لا انا اللي بدات افهمك صح. بكره تندم يا جميل. الكوره. عارف ازاي الواد ده ذكي قوي؟ يعني ايه انا هفضل قاعده كده لغايه ما يتنالي اتجوزها؟ فريده الحمد لله لقيتك. ابعد عن وش السعاده، انا مش طايقه نفسي. خلاص مالكيش في الطيب نصيب. استنى تقصد ايه؟ معايا ليكي فيديو حياه او موت بالنسبه لك. قولي. هسيبك تتفرج عليه براحتك بس بعد ما تديني حقي، اصله مكلفني كتير قوي. عيب عليك يا سعده، انا عمري كلت فلوس عليك يا ولا. هو انت بتعملي حاجه غير ان انت بتاكلي عليا الفلوس؟ طيب ادوني اتفرج عليه عشان اقدره لك. أمر لله. مشكلتي إني طيب وعلى نياتي وبصدقكم. أوي. هتتجوزيه إزاي؟ وأنت خطيبتي يا إسراء.
اهو ايه ده؟ ادي كل ده وعد مش لسانك. البنت دي مخطوبة الامجد؟ وكانت مخبية على الفندق كله. امال كانت هتتجوز فارس ازاي؟ شوفيها قالت الامجد. بتوشوشوا، انت مش مسجل الوشوشة؟ وانا هسجلها ازاي ان شاء الله؟ ثم انا ما بتدخلش في اللي ماليش فيه. اه لا قوي، انت هتقولي انا هعمل ايه هنا دلوقتي؟ انا عايز اعرف هما ناويين على ايه. انا ماليش دعوه، انا قلت لك على اهم معلومه. معلومه ناقصه، معلومه ناقصه. انت بتعملي ايه؟ بعت الفيديو. كل ده عشان ما تدينيش حقي؟ كسر حقك. راحه فين؟ حسك عينك تقول لحد ان انت اديتني الفيديو ده بيموتك. طب اعمل انا يا ربي مع الناس دي؟ حرام عليكم يا ناس، انا حاسس ان انا بقيت مدمن فلوس والله لا مقلبهم في اي حاجه. ايوه خلاص، بعتولي فستان الفرح على الاوضه، هخلص حجر الشيشه اللي في ايدي واقوم اقيسه. سلام. في عروسه في الدنيا بتشيش ليله فرحها؟ قلتم ما انت دخل في ما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. في مقوله ثانيه بتقول ان رقبتك في ايدي، فنتكلم كويس. ايه ده؟ معلش فكرني بنفسك. انا مستر ادهم من الريسبشن، ونحط تحت مستر 3 خط عشان عايزك في موضوع مهم يخصك يا اسراء. ايه؟ تكونش مزنوق في جوازها انت كمان؟ انا فعلا مزنوق بس في جوازها ثانيه. مش فاهمه، انجز وقول. هفهمك، سعيد البرمن كشفك يا اسراء وعرف ان انت مخطوبه لامجد. امجد مين؟ فقدت الذاكره دلوقتي؟ امجد الدكتور اللي شغال في الاوتيل واتفق معاكي تيجي تشتغلي هنا بشرط ان انت ما تقوليش حد ان انت خطيبته. لا معلش فكرني بيه اكتر. اه افكرك بتاع لا 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 يا اوتيل. افتكرتي كده؟ اه اللي بيقول اي لاف يو. ايوه هو ده هو ده هو. لا مش فاكراه الصراحه. احنا هنستعبط. انا مش فاهمه انت عايز ايه. سعيد سجل لك صوت وصوره انت وهو وب 10 جنيه مش ياخدها، حد بس يعشمه هيفضحك في الاوتيل والغردقه ومش بعيد الموضوع يوصل الجونه. كلام الفارغ اللي انت بتقوله ده. يا ستي ركزي معايا، مفيش وقت. فريده زميلتي في الاوتيل معاها نسخه من الفيديو، واكيد هتضربك اسمين عشان تبوظ الجواز عند مستر فارس. دوم دوم اس اس تاخد كام وتديني اصل الفيديو؟ حبيب قلبي ماما انا مش عايز فلوس. امال عايز ايه؟ انا عايز فريده. نعم افهمك الموضوع، انت لو بلاها امجد وهتخلصي فارس يبقى توكلي على الله، الحقي مستر فارس عشان كمان انا الحق فريده واتجوزها، فابوس ايدك اتدقلجي اتشقلبي وسيبك من الشيشه دي عشان مضره بالصحه وروحي لمستر فارس خلصي معاه. ما انت شطوره اهو، ما تعمل انت الحاجات دي. ما انا لو متني كنت عارف اعمل حاجه، كنت جاتلك قلت لك تعملي حاجه. طب خلاص ماشي هعمل كده عيني. ماما سيبي الشيشه. هخلص اخر بق واقوم. اخر بق؟ ايوه. ايه ده؟ انت بتضربي في شرم على الشيشه؟ قومي يا اسراء. حاضر يا اسراء. حاضر يا ستي، هجيب لك الحرنكش. ايه؟ انزل اجيبهولك من داون تاون؟ ممكن الاقي معانا الغداء ما فيش حاجه زي دي. حاضر حاضر. سلام يا شقيه. عايز اتسربك من الاوتيل عشان ما تلحقش الجوازه. جوازه ايه؟ جوازتها على فارس. نعم فارس. فارس لازم يتجوز بسرعه، هو ما قدموش غير اسراء. سعيد انت اكيد فاهم غلط، الموضوع غلط تماما. انت اكيد تقصد اسراء تانية خالص. اسراء بتاع اسراء اللي هي انا. اسراء الجرسونيره، قصدي اسراء الجرسونه. انت هتستعبط، ما انا عرفت ان اسراء خطيبتك. ايه؟ لا ده اكيد اشاعات، وبعدين انت عارف الاشاعات بتطلع كتير جدا على المشاهير والشخصيات العامه وكده. سعيد هو انت عرفت منين؟ معايا فيديو. ايه؟ ايه الشخص الخسيس الجبان اللي ممكن يكون صور فيديو زي ده؟ انا هجيبه. انا اللي صورته. اسيبه؟ سعيد انت صورتنا ازاي؟ صورتنا من انهي زاويه بالظبط؟ صورتكوا وهي بتوشوشك في ودانك، وجيت لك ووضحت لك وقلت لك مش عايز توشوشني في ودني دي وتقول لي حاجه او تعرفتي حاجه في ودني دي، وانت ما شفتنيش. لا ازاي يا سعيد؟ بالعكس انا شايفك طول النهار رايح جاي في الفندق، رايح جاي. طب يعني من الاخر كده هتشوفني ولا اشوف غيرك؟ سعيد صدقني انا شايفك كويس، يمكن مثلا العدسات تعباني شويه. صحصح معايا يا دكتور. صحصح؟ اه اهو يا سيدي اهو. دكتور انا عايز فلوس يا دكتور. ها؟ ياه حاسس ان نظري رجع لي فجأة. قد ايه؟ قد ايه انا شايف ان السما صافية وجميلة يا ابن اللذينة. ترى صور ايه؟ من انهي زاوية؟ هتتجوزيه ازاي؟ وانت خطير. ده خطير جدا. اهو ادي كل ده. ايه رأيك بقى؟ برافو عليك يا سعيد. انت فاكرني ببيت دي عشان اسلم عليك؟ انا عايز عمولتي تمن الفيديو العالمي اللي انا صورته. قول لي في الاول يا سعيد، فارس شاف الفيديو ده؟ اه
معنى كده ان مستر فارس ما يعرفش ان البنت دي مخطوبه للدكتور امجد؟ طبعا ما يعرفش. ولو عرف هيخلع من الجوازه ويصعب عليه امجد زي ما صعب عليه ادهم وساب له فريده وما رضيش يتجوزها. انت يا ابني شغال بيلمن ولا محلل نفسي؟ هتديني كام عشان ما بلغش مستر فارس وتبوظ الجوازه وتضيع عليك عمرتك؟ اوبا ابتزاز. انت عارف عقوبه ابتزاز محامي في اوقات العمل الرسميه ايه يا سعيد؟ طبعا عارف. ابتزاز. وعلى فكره بقى انا ليا في الكاشات مش في الشيكات. هديك اللي انت عايزه يا سعيد، بس انسى الفيديو ده خالص، خلينا نلحق الجوازه اللي حلتنا. راح فين؟ الموبايل بتاعي. لا انسى الموبايل ده كمان يا سعيد، معلش عشان خاطر، معلش معلش. هو يعني لا فلوس ولا احترام؟ استاذ غلاب. ايه ده؟ انت كنت ماشيه؟ افتكرتك مش جاي. لا خلاص، اعتبر نفسك ما شفتنيش. ايه ده؟ انت فاكر نفسك هترجع في كلامك معايا ولا ايه؟ تصدقي حتى دي مش هقدر عليها. انا مش فاهمه انت خايف قوي ليه كده. الله، انا بقيتش عارف انا خايف من ايه ولا من ايه ولا من ايه. اتفضلي، الشيكات بتاعتك هي اللي انت طلبتيها. يا حبيبي الحقي ايه بتقول له يا حبيبي؟ امسك نفسك، لسه اللي جاي بلاس 18 يا روحي. هقتلهم. خلاص رضيتي عني؟ طبعا. واوعى تحط في دماغك انك انت تربط موضوع الشيكات بجواز. لا 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 سمح الله. امال ربطتيه بايه بقى؟ بسعر اللحمه النهارده؟ ربطته بحبك ليا، والشيكات دي اكبر دليل على حب. الحقي دي ناقص تبوسه. بص يا قلب امك، انت تغمض عينك وانا اوصف لك. هقتلهم هقتلهم. بص يا اسراء، احنا مش هنضحك على بعض. لا انت لحقتي تحبيني ولا انا لحقت احبك، اللي بينا مصلحه. أوعدك وعد، بعد الجواز هتموت فيه. في السجن بقى إن شاء الله وأنا محبوس بالشيكات دي. قول حبيبتي وحشتني وحشتني، حبيبة قلبي حبيبة قلبي. فلوس تري 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 تري، تعالي توطي، تعالي توطي، تجيبك تسيبك وتخلي كل الناس حواليك فلوس تري. يا نهار أسود، هو فارس جاي ياخد الشيكات تاني ولا إيه؟ أيوه أيوه يا ربنا يا ربنا، مش ممكن. ايه اسراء؟ نعم. ايه انت ايه امجد؟ لحيتي حبيبي جيب بقى حب العزيز والحرنكش. يا سلام، مش السيزون بتاعهم يا هانم. ايوه انا عرفت اللي فيها، انت كنت بتبعتيني عشان ما احضرش جوازتك على فارس بيه. تاني تاني يا امجد الكلام الهبل اللي انت بتقوله ده. ايوه واديني شفتك اهو وفستان الزفاف. زفاف؟ على فكرة عشان تعرف ان انت ظالمني، انا لابسه فستان الزفاف ده عشان بجربه عشان يوم زفافنا انا وانت. ابعدي عني. كدابة كدابة كدابة. اسراء، انا شفتك بنفسي وانت بتاخده مني الشيكات. ايوه بتقولي له بتقولي له يا حبيبي. انت هتاخد حقنة ولا ايه؟ في ايه يا امجد؟ افهمني، انت مش فاهم حاجة. تعالى بس اما اقولك. لا ايه يا هانم، عايزه تبعتيلي ليه تاني؟ ها اجيب لك دقم؟ طب دم عليا بس وانا هقول لك الحكايه. لا تعالى بقى بضعف. شفت بقى؟ انت عارف ايه كمان؟ بتغيري مودي. ايوه تعالى بحكي لك كمان. مش كنت تقولي من الاول دايما ظلمني؟ اسراء I love you. يا رب بموت فيها. انت حته بدله نحس، يمكن لما كنتش لبستك كانت الجوازه تمت. والله ما عارف مين فينا النحس، انا ولا انت. حاسه تكون البنت المجنون رجعت وجابت الشيكات. يا رب تكون هي. عاوزك ضروري. خشي. الحمد لله ان انت لسه ما لبستهاش. هلبسها هلبسها، هو انا عندي بدله غيرها؟ انا ما بتكلمش على البدله، انا بتكلم على العروسه نفسها. لا بقول لك ايه فريده، احترمي نفسك. انت يا بنتي بقى مش هتبطلي النفسانه اللي انت فيها دي. انت عارف لولا النفسانه بتاعتي دي انت كان زمانك دلوقتي متسوح ورا الشمس. ما تتجوزي بقى وتخلصيني من ذنبك بقى كده. طب ما تخلينا في ذنبك انت احسن. تعال بص على الفيديو الجميل ده قبل ما تتجوز العروسه الجميله بتاعتك اسراء. اظن بقى هتقولي لي انهم منعوا الجواز ولا هتقتل وانا بتجوز. انت بتتريق.
انت فعلا هتموت لو اتجوزتها الليله دي. خطيبها هيقتلها. ايه؟ خطيبها؟ هي مخطوبه؟ ما تيجي نشوف. هتتجوزي ازاي وانت خطيبتي إيه اسراء؟ ده امجد. بالظبط، خطيبها بقاله سنتين وجابها تشتغل هنا وقال لها ما تقولش لحد انها تبعه. من اللذينة اتاريه. اول ما قلت له انا هخطبها قعد يقول لي دي خطيره ورئيسه عصابه. ما هو انت قلت له؟ ما لازم اقول له، بس هو ما قاليش انها خطيبته. فالح تاخد بالك بقى منهم هما الاثنين، عشان شكلك كده ما شاء الله داخل لي على جنازه مش على جوازه. بص يا فريده، انا عايز منك خدمه. انا عارف ان انت كاتمه اسرار جدا. انا عارف، انا مش عايز حد يشوف الفيديو ده خالص. اه حد شافه قبلي؟ يا نهار اسود، الاوتيل كله شافه. يعني مش بالظبط قوي كده، انت اخر واحد اصلا في الاوتيل تشوفه. شكرا يا فريده، اتفضلي اتفضلي. طب ايه المصايب دي؟ ايه المصايب دي؟ تسلم ايدك ست بجيزه، اللي اتحمر واللي اتقمر واللي اتدقق واللي اتقمر. مين؟ ايه ده؟ مين حاول تسلم يا رب؟ ايوه ايه ده؟ انت لبستي الفستان؟ اه على انا لبست الفستان. انت بقى ما لبستش البدله ليه؟ ويا ترى بقى الفستان ده لابسهولي ولا لابسه لحد تاني؟ هلبسه لامي يعني مثلا؟ لا لا سمح الله يعني. بصي انا عايز اوريك حاجه. ايه؟ هتوريني ايه؟ ايه رايك في الفيديو ده؟ لا اله الا الله، بص العربيتين خبطوا في بعض ازاي؟ ايه ده؟ لا لا مش ده مش ده. امال ايه؟ هتتجوزيه ازاي وانت خطيبتي اسراء؟ ايوه ادي كل ده وقت. امجد خطيبك؟ لا 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 مش عارفه. يعني ايه؟ ممكن افهم؟ لا ايه ده؟ تمام. مش اخد من صوتك عالي قوي، الاوتيل كله هيسمع. انت عارف ايه كمان؟ ايه ده بجد؟ ايوه تصدق اقتنعت؟ فارس اي لاف يو. اي لاف يو تو مو. باي باي. هقفل ام الباب ده. انا هقفل. ها طمني اسراء قالت لك ايه؟ قالت لي انها فعلا كانت مخطوبه لامجد لغايه ما عرضت عليها انا الجواز. وانت قلت لها ايه؟ سالتها ايه اللي خلاها تغير رايها بالسرعه دي؟ وهي قالت لك ايه؟ قالت لي ان هي معايا حاسه بامان اكتر. وانت قلت لها ايه؟ يا عم ارحمني، قالت لك ايه؟ قالت لي ايه؟ في ايه؟ ايه يا عم بطمن عليك وبشوف نويت على ايه؟ لاول مره احس ان انا مش عارف اخد قرار. لا القرار ده سيبهولي انا بقى. فارس انت لازم تتجوزها حالا. بعد كل اللي عرفته؟ ايه يعني؟ هي اول واحده تسيب خطيبها وتتجوز حد غيره؟ دي ما اتجوزتنيش انا، دي اتجوزت الشيكات اللي انا مضيتها لها. مش مهم. ما انت كمان هتتجوزها وهتاخد مراس جدا. اه وبعد كده بقى تسيبني لما تلاقي واحد اغنى مني زي ما عملت مع امجد بالظبط. لا امجد ده انسان خالص. امجد ده ان شاء الله هنحطه في كيس زباله كده ونسربه زي القطط ونخلص منه ونجيب دكتور بجد بقى يليق بالاوتيل بقى يا فارس. لا 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 انا حاسس ان الجوازه دي مش بجد. لا هتحس اول ما تمضي كده عقد الجواز باليمين وتستلم مراس جدك بالشمال واخد انا العموله بتاعتي بقى عشان اظبط حالي بقى. بقول لك يا غلوبه ما بلاها اسراء وشوف لي اي واحده ثانيه. واحده ثانيه ازاي؟ انت مش ماضي اسراء شيكات؟ طب يعني ايه؟ يعني هتقول لها فاكست الجوازه، هتقول لك انست والسلام عليكم ورحمه الله. يا عم استنى بس. عايز ايه يا فارس؟ وال2 مليون ونص اديك قلت بنفسك. يبقى لازم تتجوزها حالا وباي طريقه يا فارس. يا اخي انت مقنع قوي. اجري يا اسراء اهو. هنروح فين دلوقتي؟ على القاهره طبعا. على القاهره. تفتكري مش هيقدروا يوصلوا لنا؟ مش هيتحاولوا. اجري يا اسراء.